للسهره الرمضانيه راح نديرو ديفيرين بلا فراز. الله، راح نحتاجو تقريبا 200 غرام تاع لي فراز، غسلناهم بيان سور، كميه تاع السكر تقريبا 3 مغارف هكذاك. نحتاجو 200 غرام تاع كريمه سائله لازم تكون بارده، نحتاجو 100 غرام اما سكر غلاس اما بودرة شانتيي، نحتاجو 200 غرام تاع ماسكربون جبن كريمي. انا اذا كان متوفر راح يكون احسن، والا ما كانش متوفر نقدروا نديروا اي جبن يكون ناقص في الملح. داكور، ونحتاجو 200 غرام تاع بيسكوي مطحون، بيسكوي عادي ناصر ولا مشري عادي، لا كان عندنا في الدار انا نفدوه. وبين 70 50 70 غرام تاع مارغرين ندوبها ونخلطها مع البيسكوي تاعنا، وشويه تاع لافاني. تخي بيان، نعطي كسرونه. اعطيني كسرونه. نبداو الحاجه الاولى، ندوبوا لا مارغرين تاعنا. ها شحال قلت لي ناصر؟ تقريبا 50 غرام راح تكون مغرفه معمرك مليح، 40 غرام هكذا، نزيد لها شويه هذه ندوبوها. انا واش راح ندير، ناخذ لي فراز تاعي نقطعهم مكعبات صغار، ناخذ الريسيبيون بسم الله ونجيبو لا فراز. على بالك لا فراز كنشلوها ونغسلوها ناصر، ما نحلهاش لا تيج ديالها ياك، باش ما تدخلش الماء الداخل وتقعد لي نقيه وطريه. هلا دونك هنا نحي ابيو لا تيج، دونك نقطعوها هذه صغيره هكذا، نقطعها صغيره. هنا واش راح ندير؟ راح نقطع لا فراز تاعي صغيره مكعبات صغار، كما قلنا 200 غرام، ونزيد عليها تقريبا 3 مغارف كبار تاع السكر عادي، ونحطهم في البول تاعي باش هذاك لا فراز مع السكر يطلق لنا هذيك العسيله تاعو.